رحلتنا اليوم إلى إب، مدينة الجمال والروعة. تسحرك خضرتها الدائمة وأجواءها البديعة، وتجذبك مآثرها العظيمة وبساطة ناسها الطيبون. هي العاصمة السياحية لليمن، فهي مدينة الصيف لكثير من عشاق السياحة. الخضرة سمة رئيسية لهذه المدينة، بل هي كساء تزين به إب سهولها وجبالها. لكل منا فيها حكاية ممتعة وقصة سحر رباني آسر للقلوب. تتميز بشلالاتها المدهشة وتضاريسها الجبلية المتنوعة ومعالمها التاريخية العريقة. وقبل البدء في الرحلة الشيقة إلى مدينة إب، لابد لنا من التوقف على الجبل الأخضر المطل على هذه المدينة. إنه جبل سمارة، حيث المنظر الممتع وروعة المكان ونسمات الهواء العليل تداعبنا. هو الجبل الحارس للمدينة والساند لعدد من الأودية الزراعية الجميلة مثل وادي السحول ومنطقة القفر، وهو الحاضن للمفتونين بجمال الطبيعة، فقد رسمه اليمنيون بمدرجات زراعية عظيمة الإدهاش. وفي أسفله تستريح الوديان والسهول الزراعية التي تؤنسها المياه الجارية فيها. ومع برودة المكان يحتضننا في القاع دفء وادي السحول، أو كما يطلق عليه المؤرخون بسحول بن ناجي، وهو الوادي المشهور بوفرة خيراته من مزروعات الذرة. وعند وصولك لمدينة إب تبدو كغانية فاتنة زينها المولى عز وجل بجمال بديع وروعة فريدة. تشعر حينها بأنك تدخل واحة خضراء جمعت في طياتها فنون المتعة ونشوة الحياة وروعة الطبيعة، ولن تقاوم في أن تطلق الخيال وحرية التجوال في فسحة هذه الجنة. إنها كينونة الجمال والدهشة لطبيعتها الخلابة المكسوة بالخضرة والغنية بالمياه وجودة المحاصيل الزراعية. وعند التأمل في هذه المدينة ستضع في مخيلتك صورة مصغرة لفاتنة جميلة تحرسها جبال شاهقة من بعدان إلى سمارة، عشقتها الخضرة وزينتها سهول راقصة تحمل معاني الفرح وشلالات مرحة تعزف أنغام المتعة، لتدرك بعدها أن لا مكان في هذه المدينة للحزن والمعاناة. تمتاز المدينة بخصوصيتها المعمارية ومبانيها المتقاربة الموشحة باللون الأبيض، حتى أن المستشرقين وصفوها بأنها فيروزة بيضاء على بساط أخضر. وفي إب الحديثة هناك العديد من المنتزهات الجميلة، منها جبل ربي، وهو منتجع سياحي جميل بني فيه منتزه حديث. هضبة المغيرة، وهو موقع يتوسط مدخل المدينة الشمالي ويطل على وادي السحول، ويعتبر متنفس طبيعي لسكان مدينة إب. منتزه مشورة، ويقع على ضواحي إب من الجهة الغربية، ويتميز هذا المنتزه بإطلالته على وادي الدور والمدرجات الزراعية على سفوح الجبال. ويعتبر منتزه مشورة من أجمل المناطق الطبيعية ذات المقومات السياحية. وسميت مدينة إب باللواء الأخضر، فهي لواء الطبيعة الساحرة والآثار الرائعة. كل ما في هذه المدينة يجسد الجمال، وتتجمل الصورة الحية في أحضان الكتل الجبلية والقرى المعلقة في مرتفعات القمم وكأنها تسامر النجوم. ومدينة إب من أكثر المدن اليمنية تنوعاً لمنتجها السياحي والبيئي، ومشارف حصونها التاريخية صالحة للطيران الشراعي ورياضة التسلق.
ومن أشهر الحصون حصن حب، ولا تزال آثاره شاهدة على حضارة قديمة. وقد قال عنها المؤرخون: هي من أمنع الحصون ومعاقل اليمن، وأصعبها مرتقى، وأبعدها صيطا، وأنظرها جمالا، وأكثرها شهرة لكثرة ما دار حوله من أحداث ومعارك تاريخية. وقد كانت إب من أهم المناطق اليمنية، وأوفرها حظا في قيام الدويلات والممالك التاريخية القديمة، فهي من أجمل مدن اليمن، فهي أرض الأب الحميري الأكبر والسماء الماطرة والجنان المعلقة والتاريخ العريق. كما توجد العديد من الشواهد التاريخية في مدينة إب، والتي برزت في العصر الإسلامي، وفيها خدمات صحية وتعليمية وإدارية وسياحية، وخدمة التسوق التجاري، ولمنازلها طراز معماري فريد، وشوارع المدينة القديمة مبلطة بالحجارة. فمن المدينة التاريخية مدينة جبلة، التي تعد من أهم المدن التاريخية في اليمن، وتقع على بعد 7 كيلومتر جنوب غرب مدينة إب، وكان يطلق عليها قديما مدينة النهرين، لأنها تقع وسط نهرين يجريان طوال العام. ومن هذه المدينة حكمت اليمن امرأة تدعى الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، والتي شهدت البلاد في عهدها استقرارا وازدهارا مشهودا في أنحاء اليمن. وارتبط تاريخ جبلة بالدولة الصليحية التي حكمت اليمن لمدة 53 عاما، فبناها الإمام عبد الله بن محمد الصليحي وزوجته الملكة سيدة بنت أحمد الصليحي المعروفة بالملكة أروى. وأصبحت جبلة حينها عاصمة للدولة الصليحية، لتزدهر في عهد الملكة أروى كافة المجالات، ولا تزال معالم المدينة شاهدة على ذلك الازدهار. ولعل ما يميز مدينة إب هو جمعها بين أصالة وروعة الطبيعة التي حباها الله من تربة خصبة صالحة للزراعة، عمادها الأمطار الموسمية التي تتحول إلى أنهار من خلال مجموعات عديدة من الأودية، حيث تعتبر مدينة إب من أعلى المدن معدلا في سقوط الأمطار عليها. وتتميز محافظة إب بكثافة الإنتاج الزراعي، ويشمل إنتاجها الزراعي العديد من أنواع الثمار والفواكه والخضروات والحبوب. كما تحتوي أراضي إب على العديد من المعادن المهمة في الصناعات كالطوب والأسمنت، وأيضا تستخرج منها معادن طبيعية أخرى كمعدن البازلت الذي يستخدم في صناعة الحجارة المستخدمة في تزيين المباني. يعمل أغلب سكان محافظة إب في العديد من الوظائف والمهن المتنوعة، وتنتشر فيها العديد من المباني المعمارية الحديثة، مع محافظة سكانها على طراز المباني القديمة، كما أنها تحتوي على متحف ظفار الذي يتضمن العديد من التحف والقطع والبقايا الأثرية المرتبطة بالممالك والدول التي حكمت محافظة إب في العصور الماضية. وفي إب مساجد كثيرة وحمامات طبيعية عديدة، كونها تمتاز بجمال أخاذ ينبع من وفرة المناطق السياحية المختلفة ومن ينابيع الحمامات المعدنية في المدينة، حمام القفر وإريان وهبران وغيرها من الحمامات الطبيعية العلاجية. وفيها عين جارية تأتي من جبل بعدان تعرف بالمشنة، لها ساقية توصلها إلى إب وإلى مساجدها الأثرية العريقة. وحول إب عيون جارية يسقى بها بعض الأراضي التي يزرع فيها البقول والبن والذرة والبر والشعير والعدس والحلبة والبن والقاتي وغيرها. ومعظم بلاد إب تزرع على ماء المطر وتكتفي به طوال العام. وفي محافظة إب العديد من الأودية التي تمثل شريان الحياة فيها، مثل وادي ميتم ومنبعه من مدينة إب نفسها، وادي عنا وهو أحد أودية بلاد العدين المشهورة، وهو وادي دائم الجريان على مدار العام،
تأتي مياهه من جبل مشورة القريب من مدينة إب، وادي زبيد ومنبعه من شمال مدينة إب، ويمر بوادي السحول ويلتقي بالعديد من الأودية ثم يصب في البحر الأحمر. وادي بنا ومنبع مياهه من بلاد يريم وقاع الحقل والجبال المحيطة به، وتجتمع أسفل وادي الحقل حيث توجد هناك آثار للسدود القديمة، ثم تهبط في وادي بنا حيث يمر بالسدة وغيرها حتى تصب في البحر العربي جنوبا. وادي الدور أحد أودية بلاد العدين المشهورة، ويمر جنوب مدينة العدين، ويعتبر من أجمل الأودية وقد تغنى بها الشعراء والكتاب. وتظل مدينة إب مدينة الجمال الساحر، اللواء الأخضر، ورمزا للبهجة والسعادة. انتظروني في رحلة جديدة مع محافظة جديدة. كنت معكم من الإعداد والتقديم هيام الكحيلي، ومن الهندسة الصوتية محمد الحاجري. دمتم في رعاية الله.